غابت الإعلانات الانتخابية عن شوارع مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس. المرشحان للرئاسة الأمريكية ميت رومني وباراك أوباما يفضلان الترويج لحملاتهما في ولاية الحسم، فهنا الولاية تعتبر للديمقراطيين منذ العام 1988، على الرغم من أن المرشح الجمهوري انتخب حاكما لها. هذا التناقض له تفسير واضح لدى الديمقراطيين. رومني قد تغير جذريا، والناس هنا متابعون للسياسة وراقبوا التغيير ولاحظوا أن رومني لم يعد الرجل نفسه الذي كان حاكما، وهذا لا يعجبهم. هل يرى الجمهوريون فرصة أمام مرشحهم للفوز في الولاية التي كان حاكما فيها؟ ماساتشوستس هي ولاية للديمقراطيين، وعندما فاز رومني كحاكم كان ذلك إنجازا مهما، لأن هناك صعوبة لجمهوري أن يفوز، ولكنه كان معتدلا ومستقلا برأيه آنذاك، والناخبون هنا يرونه انتهازيا يغير من موقعه للفوز بالانتخابات. بالإضافة إلى التركيز على السباق الرئاسي، تدور حملة قوية لانتخابات مجلس الشيوخ التي يهتم بها السكان هنا أكثر. من المؤكد أن ولاية ماساتشوستس لا تعتبر من ساحات المعارك في هذا السباق الرئاسي، أما الآن فهي تشكل تغييرا واضحا في موقف الأمريكيين هنا. ديمقراطيين كانوا أم جمهوريين الذين صوتوا معا لميت رومني يكون حاكما لهم، أما الآن فهم يعتبرون أنه أصبح أكثر تشددا في مواقفه فيما كان أكثر اعتدالا في السابق. جو خوليس، كانز عربية من باستن.